السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الاستثنائي استثنائي 100%. خارج على الفيديوهات اللي كنعمل التعليمية الخاصة. الفيديو هذا اليوم غنتكلم فيه على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة خطيرة جدا في المؤسسات التعليمية ديالنا، واللي هي العنف ضد التلاميذ في المؤسسات التعليمية. العنف ضد التلاميذ وكذلك العنف ضد رجال التعليم تاهما، العنف متبادل، ولكن اخطر حاجه كتبقى هي العنف ضد التلاميذ، لان هذه كيبقاو قاصرين، خصوصا التلاميذ ديال الاعدادي والتلاميذ ديال الابتدائي. بطبيعه الحال كنتاسف هذا الصباح داكشي اللي وقع لواحد الولد، هو الولد ديالي ضرب وعنف من طرف المدير ديال المدرسة. وتستغربوا من غتشوفوا ملي غتسمعوا مدير ديال المدرسة، المدير ديال المدرسة اللي ما عنده تقريبا حتى شي، ما عنده حتى شي علاقة مباشرة. لاحظوا، شوفوا الضرب هنايا فين كاين، شوفوا، لاحظوا، شوفوا الضرب كيفاش هو. يعني هذه باش تخرج هذه، لان تما راه كاين العظم، ما نساوش تما راه كاين هذيك الجهه، هذيك راه قاصحه، ماشي شي جهه اللي هي، يعني باش تنفخ بديك الطريقه وتخرج خاص يكون ضرب بشي قوه، ضرب قوه يعني ببنيه صحيحه باش يخرج هذاك. يعني انه لو كان ضربه في عينه بديك القوه هذيك، كانت الضربه الله يحفظ غادي شنو غادي تعمل له. الحكايه هو ان الولد كان هو وصاحبه واقفين في الصف وكيضحك هو وصاحبه، واحد كيقول له طه طهطوها، والولد ديالي كيقول له القى على الشرف هو وصاحبه. كان مدير متواجد موراهم وسمع ديك القرع الشرف، جا عندهم قال لهم شكون اللي قال القرع الشرف؟ الولد ديالي، قالوا انا قلتها الاستاذ. جا هو جبد له ودنه بجوج كما غتشوفوا في التصويره. شوفوا، لاحظوا كيفاش، لاحظوا الدم هنايا، شفتوا كيفاش جبد له ودنه بجوج، كيجبد له ودنه وكيقول له، هو كيجبد له كيقول له انت انا باقي عاقل عليك، انت باقي عاقل عليك من العام اللي فات، انت وباك باقي عاقل عليكم من العام اللي فات. جبد له ودنه مزيان، جبد له ودنه وبدا كيعطيه ماشي بالطروش، كيعطيه بالبونيات، الجهه اليمين وجهه الشمال هو اللي خلى نفخ له هذيك الجهه بعينه، يعني كيعطيه بالبونيات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. وضربوا في كرشو، ضربوا في كرشو حتى طاح الولد، طاح حنا بديك الدق اللي عطاه حتى تقطع فيه النفس. ومن بعد ضربوا عاود هكاك، يعني بحال داكشي الافلام، بحال داكشي الافلام. من بعد طاح الولد في الارض، طاح الولد في الارض، بدا كيشوط فيه، نوض الكلب، نوض ما تعملش موت احمر، نوض ما تعملش موت احمر. لاحظوا شو كيفاش نوض الضرب، نوض كيقولوا نوض ما تعملش موت احمر، نوض الكلب، نوض كدمت ياك. هو كان ضربو ضرب صحيح. الولد ملي دخل القسم ما دخل ما كيشوفش، الاستاذ كيهضر وما كيسمعوش، لان جبد لودنو واحد التجبيده بجوج بهم، انتوما شفتوا فين وصلت، والدق اللي عطاه من هنايا والعنق ديالو، شو كيفاش هو الولد ديالي غليظ، يعني ما باش فيه الدق بزاف. لو كان شي واحد ضعيف كان غيبان فيه الدق مزيان، كان غير الله يحفظ كان غيهرس له شي ضلعه، ولكن الا لاحظت الولد ديالي راه غليظ، معمر شي حاجه، معمر، ابدا عليه بالضرب، تعدى عليه، تكرفص عليه بمعنى الكلمه، يعني واحد 30 40 ثانيه ديال العنف. العنف ومشكله ماشي العنف التربوي، العنف اللي هو عنف بناتج عن حقد، حقد بمعنى الكلمه. علاش يضربوا بهذه الطريقه هذه؟ علاش ضرب انت ولد قاصر كما كان الحال؟ هذا قاصر، هذا باقي ولد صغير، هذا وانت عندك 50 سنه، وهذه نزل انت عليه بالدق بهذه الطريقه هذه. علاش واش تبغي انت ولدك يضربوا شي واحد كبير بهذه الطريقه هذه؟ حشومه كاع، حشومه. تاسفت لهذا الشيء اللي وقع صراحه، ولا تاسفت. القضيه دابا هي في المحكمه، الدنيا مرونه هنا في تطوان، العنف ضد قاصر، الضرب اللي غير مبرر. وكان ضربوا الاستاذ ديالو ماشي مشكل،
كنضربوا الاستاذ ديالو، كنت مشيت انا نزيدو والله حتى نزيدو بالله، كون كنضربوا الاستاذ ديالو ويضربوا على شي حاجه اللي عندها علاقه بالقرايه، ما عملتش التمرين ديالو ماشي مشكل انا نزيدو، ولكن المدير باش ضربوا لانه قال هو وصاحبه كيتبلغوا. واش انت ملي جيتي عند ولد سقسيتيه لم قلتي ديك الهضره هذه وسولتيه قلتي ليه مع من كتهضر، اولا غير جيتي شديتيه وبديتي كتجبد له ودنه هكا بجوج بهم وتضربوا بهنا اليمين والشمال؟ وعلاش علاش حشومه كاع، والله العظيم الحشومه بالله. هادشي ماشي هادشي ماشي، شوف لاحظوا شوف شوف الودنين كيفاش مجبدين، شوف الدق كيفاش نوا، كما قلت لكم هو غليظ ما بانش فيه الدق ما بانش فيه الاثر، هادي كان ولكن راه باين باين الاثر. لا حول ولا قوه الا بالله. كاين شي مديرين كاين شي مديرين كيقول لهم عقلهم على انهم المدرسه ديالهم ملك ديالهم، كيتملكوا المدرسه، كيقول له عقله على انها ديالو يعمل فيها اللي بغى. هو العام اللي فات ما كانش بغى يسجلوا رغم ان كانت شهاده المغادره فيها مكتوب الاسم للمؤسسه من النيابه يعني من المديريه الاقليميه، ورغم ذلك ما بغاش. شهر هو ماشي ما جيبينا، شهر شهر حتى جبت له ديك الورقه مطبوعه من النيابه وسجلوا عن مضاد بزز باش سجلوا، مع العلم انه ناس اخرين كيسجلوا دغيا، ناس اخرين كيسجلوا دغيا، وماشي غير انا اللي وقع لي نفس المشكل، حتى امهات واباء وقع لهم نفس المشكل، كيحقرهم كيبغي يقول لهم سيروا اجي وسيروا، ما عنديش الوقت ما عنديش البلايص ما عنديش. انت مالك انت شغلك ياك النيابه عطاتك الورقه فيها مكتوب مؤسسه، مالك انت انت سجل الولد وخلي النيابه تحمل المسؤوليه ديالها. راه مكتب الاحصاء راه عامل العدد ديال التلاميذ وعارف كل شيء، علاش انت كتصرف بحال المؤسسه ديالك ملك ديالك علاش؟ وانت غير مسير ديال المرفق. كنتاسف بزاف وكنعتذر على هذا الفيديو اللي عملت، ولكن كنطالب من الاساتذه وكنطالب من المديرين الله يجازيكم بخير، ما تحاولوش تعملوا العنف، تشوفوا شي طرق اخرى من غير العنف، حاولوا تتبناوا طرق اخرى باش تتعاملوا مع التلاميذ. انا عارف المساله صعيبه، انا رجل تعليم وعارف بانها صعيبه، وعارف بان بعض المرات كيتصاب الانسان بالاعصاب كيفقد الاعصاب ديالو، ولكن خاص بنادم يعرف مره اخرى كيفاش يعمل، خاص بنادم يضبط الاعصاب ديالو يتحكم في الاعصاب ديالو، هذا المهم، والا غادي يطيح في مشاكل اللي هي كبيره. اذا كنشكركم بزاف وسمحوا لي على هذه، وجميعا ضد العنف بالمؤسسات التعليميه، وشكرا بزاف وتحياتي لكم والله يحد الباب.